على ذكر الخلاف مع المنتجين، انت كمان اختلفت مع المنتج احمد السبكي خلاف كبير، وصل ياه لدرجة رفعت عليه قضية ايام فيلم سواق الهانم. سواق الهانم. مظبوط، فاكر كواليس الخلاف ده؟ اتفقنا على انه يكتبني ضيف شرف للعمل ومش عارف على الملصقات وبتاعه، مكتوب في العقد، فما عملش ده، ما عملش حاجة من دول خالص. فرفعت عليه قضية. بس فانا ورعونا بقى، وازاي وانا بقى في صولجاني يعني، انا لو كنت عديتها كان خلاص عدى وما حدش واخد باله يعني. المهم ايه، جيت بتاع، فروحت رفعت قضية، وازاي تكتب وانت ومعايا عقدي، معايا عقد وفي مفصل كل حاجة. اصل اللي غظني كمان انه كتبني في وسط المجاميع، ده انا اللي كلمني في الفيلم مش حسن ابراهيم ولا احمد ولا محمد ولا احمد السبكي، اللي كلمني احمد زكي الله يرحمه. قال لي بص بقى، انا سواق الهانم وانت سواق الهانم الاولاني، وانا مصمم ان انت تيجي تعمل الدور ده وانا بتاع. قلت له عينيا ليك يا احمد، وحكاه لي. فانا عجبني قوي المشهد، ما انا ممكن في مشهد يخليني اعمل دور، فانا ان انا واقف قدام الست، وده الحاجه الوحيده اللي عملتها قدام ست، سناء جميل والاستاذ عادل ادهم، وان انا بقلع هدومي وبرميهم في وشهم وباخد بعضي واجري في ميدان التحرير بال بتاع ده أيوة. يعني ما علينا ايوه ما علينا ما علينا ما علينا. بس فده اللي عجبني. يعني السبكي النهارده لو عرض عليك تشتغل معاه تشتغل معاه؟ لو الدور، ما بقناش زي الاول، الدور فين؟ الدور بينادي صاحبه.